أنا ما بتكلمش عن دلوقتي، أنا بتكلم عن زمان لما كان عندي عذر قهري. ده كان رد ميار الببلاوي على أحد متابعيها لما قالت لها: هو مش أنت اللي طلعتي وقلتي أنا كاتمة شهادة؟ أنت اللي اتكلمتي أصلاً من غير ضغط حد. بعد 23 سنة رجع الكلام عن القضية، وزي ما يكون لسه حاصلة الأيام دي، وكل يوم مفاجآت جديدة، اتهامات رايحة واتهامات جاية لوفاء مكي وكمان ميار الببلاوي وغيرهم من الفنانين. عدى 23 سنة ولسه محدش عارف هل وفاء مكي بريئة؟ مش هتصدق اللي عملته ميار الببلاوي بعد اعترافها الأخير ببراءتها. يا ترى إيه السبب القهري اللي منعها من الشهادة؟ اللي قالته حاجة واللي حصل حاجة تانية خالص. مفيش كلام طول الأيام اللي فاتت إلا عن قضية وفاء مكي اللي اتحبست بسببها 10 سنين. القضية كانت اتنست خلاص لحد ما ظهرت ميار الببلاوي وقالت في شهادتها إن وفاء مكي بريئة وكانت عارفة إنها مظلومة، ولكن لما تهجمت من الجمهور قررت تستغل دورها كمذيعة وطلعت في حلقة مع شيخ من الأزهر واتكلمت عن كتمان الشهادة. ولما نشرت الفيديو ده علقت: ده الرد الفقهي والديني، أنا عملت حلقة عن كاتم الشهادة إذا كان في كاتم شهادة أصلاً. تعليقها ده استفز الجمهور جداً، ولما قالوا لها: أنت اللي اتكلمتي ومحدش ضغط عليك إنك تحكي اللي تعرفيه، فقالت: أنا ما بتكلمش عن دلوقتي، أنا بتكلم عن زمان لما كان عندي عذر قهري. معنى كده ان كان في سبب تاني هو اللي اكبر ميار الببلاوي تسكت لحد دلوقتي. ميار اول ما ظهرت مع ريهام سعيد وعملت الشوشره دي قالت ان سبب سكوتها لحد دلوقتي انها تهددت بابنها لو شهدت معاها، فخافت وخدت ابنها وجوزها وسافرت سوريا واختفت تماما. الحقيقه ان ميار مذبذبه ومش عارفه هي عايزه ايه ولا عارفه توصل للجمهور عايزه تقول ايه. بعد كل اللي عملته ده رجعت في كلامها تاني وقالت ان شهادة الراجل ده ريحت ضميرها وكانت بتأنب نفسها على الفاضي، وقالت: ما لقيتيش حد غير تدوسي عليه وتمثلي البراءة، انا قلت ان في موقف حصل لكن كده اتحسمت كفاية بقى، او علشان انا مش بتاجر بالموضوع ورافضة اتهم باني بجري ورا ترند وافضل الف معاكم على القنوات والمواقع بالشكل المستفز ده. وطبعا بعد ما ظهر حد شاف الواقعة كاملة واللي حصل مع الخادمتين وقال مع ريهام سعيد بما انها مسكت القضية من الاول إن وفاء مش بريئة وتستاهل ال10 سنين سجن دول. مش بس كده، ميار بعد ما كانت بتدافع عن وفاء قلبت عليها خالص وقالت لها: في كل مكان بتكذبي وانت عارفة انك مش مظلومة، وانا الحمد لله اتأكدت انك مذنبة، والحكم عين الحقيقة، وكده لما جولي ما كانوش جايين من عندها، وكده المخدماتية كدابة، شاهد العيان ده ريح قلبي، اخرسي بقى حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. لا وليكي عين تكذبي وتقولي انك بريئة؟ قال: وكمان مش مسامحاني. طبعا وفاء مكي اتصدمت من تصريحات ميار وقالت لها في تصريح لبرنامج الترابيزة على قناة هي: كنت بتنامي ازاي وبتاكلي وبتشربي ازاي وانتي ظلماني يا ميار، ومعاكي دليل براءتي وكتمتي الشهادة، هتقابلي ربنا ازاي؟ هتواجهي ربنا ازاي؟ اللي بيكتم الحق ده شيطان اخرس، ما صعبتش عليكي وانا محبوسة ظلم؟ التفاصيل والمفاجأة بخصوص قضية وفاء مكي لسه ما خلصتش، والايام كفيلة تثبت هل هي بريئة فعلا ولا تستاهل فترة الحبس اللي قضيتها. تفتكروا ايه العذر القهري اللي هيكون منع ميار الببلاوي انها تنقذ وفاء مكي اللي قالته طبعا غير المستخبي، وكل حاجه مصيرها تظهر وتبان، ولا انتوا رايكم ايه؟ اكتبوا لنا رايكم في التعليقات.